ما يجري في سوريا أيها الأخوة والأخوات مهم جدا للبنان ومصيري جدا للبنان أيضا، لحاضرنا ومستقبلنا. تعالوا اليوم كما قلت في البداية لا نختبئ خلف أصبعنا ولا ندس رؤوسنا برمال ولا نتعاطى مع الحدث بسوريا كأنه نحن عايشين بجيبوتي. لا، نحن هون على الحدود. نحن إن شاء الله نملك جرأة القول ونملك جرأة الفعل، ولذلك لنتكلم اليوم بالصراحة المطلوبة في لحظة تاريخية حرجة. من بداية الأحداث، بس تذكير سريع جدا، من بداية الأحداث كان لنا موقف سياسي واضح. قلنا المطالب الشعبية بالإصلاح محقة، قلنا هذا النظام فيه إيجابيات مهمة وخصوصا على مستوى موضوع المقاومة والممانعة، وفيه سلبيات ونواقص، والمطلوب هو الإصلاح، والطريق إلى الإصلاح هو الحوار السياسي، وأن لا يصوب أحد على أحد بندقية ورصاصا، لا النظام ولا المعارضة. ونحن أيضا لأننا نعرف ما تعني سوريا للبنان وللمنطقة وللصراع العربي الإسرائيلي ولحركات المقاومة وللقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول، رغم إمكاناتنا المتواضعة كحزب، لكن لدينا علاقات جيدة وكبيرة على المستوى الإقليمي، وأنا شخصيا مع الإخوة عملت مع السيد الرئيس بشار الأسد ومع شخصيات أخرى وجهات أخرى في المعارضة على أن نصل منذ البداية إلى حوار سياسي، إلى تسوية سياسية. وأنا أشهد أن رئيس الأسد قبل ولكن المعارضة رفضت منذ البدايات. لكل واحد عم يسأل عن الموضوع الشرعي والفقهي، القيادة السورية الحالية على طول الخط كانت تقبل بالجلوس إلى طاولة الحوار وبالتوصل إلى تسوية سياسية، وكانت تقبل بإجراء إصلاحات جوهرية في النظام، ولكن المعارضة إلى اليوم ما زالت ترفض الحوار ورفضته منذ البداية على أمل أن النظام سيسقط خلال أشهر قليلة. بنت على معطيات وتصورت أنه اللي بتكون معه أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وأوروبا ودول عربية نفطية وتركيا و و و و و حتما سينتصر خلال أشهر قليلة وأسابيع قليلة. ممكن خطأ التقدير. على كل، تطورت الأحداث خلال عامين وبسرعة بدأ واضحا أن هناك محورا يتشكل من كل هذه الدول التي ذكرتها قبل قليل. تقوده أمريكا، تقوده أمريكا، وصاحبة القرار الأول والأخير في هذا المحور هي الولايات المتحدة الأمريكية. الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والألماني والعربي والتركي والطلياني و كله بيشتغل عند الأمريكان. وكلنا يعرف أنه هذا المحور أيضا ضمنا تدعمه إسرائيل، لأن مشروع أمريكا بالمنطقة هو إسرائيل بامتياز، ما في شيء ثاني، ما في شيء اسمه مشروع أمريكي بالمنطقة غير المشروع الإسرائيلي. ودخلت وأدخلت فيه القاعدة وتنظيمات تكفيرية، ودفع لها المال وقدمت لها التسهيلات من كل أنحاء العالم. لا أحد يأمننا أن والله هؤلاء عشرات الآلاف المقاتلين من التكفيريين من أصحاب الفكر المتطرف الذين يرفضون كل شيء ما عداهم، هؤلاء جاءوا خلصة إلى سوريا، هؤلاء انعطوا فيز وقدمت لهم التسهيلات وفتحت لهم الأبواب وجاءوا إلى سوريا. وبدأت حرب عالمية على سوريا، إعلامية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية ومالية، وتمويل وتسليح وتصدير عشرات آلاف المقاتلين من كل أنحاء العالم. عشرات الآلاف المقاتلين ما أزعجوا خاطر أصدق ما يسمى بأصدقاء سوريا في عمان قبل يومين، ولكن تدخل ثلة قليلة من حزب الله في لبنان اعتبر تدخلا خارجيا،
طيب نحن لم نتدخل كل المدة السابقة إلى ما قبل أشهر حتى أكون صادق معكم، وبقينا نعمل مع كل الأطراف أنه يا جماعة هاي سوريا حتتدمر حتروح حتضيع، ما في حل إلا بالحوار. وظفنا كل علاقاتنا مع قوى إسلامية، مع قوى وطنية، مع دول لا حياة لمن تنادي. المحور الآخر مصر على المضي في المعركة حتى الآخر، لا كلام عن حوار، ما في إلا إسقاط النظام، ومهما كلف الأمر ومهما كان الثمن. طيب، ونعرف على مدى عامين أن هناك اقتراحات معقولة وتسويات مناسبة ومعقولة ضمنا قبلت بها القيادة السورية وما زالت سرا حتى الآن، وعرضت على دول إقليمية وتم رفضها، لأن هذه الدول لا تستطيع أن تتحمل بقاء هذا النظام بأي شكل من الأشكال، فلتدمر سوريا، المهم أن يذهب هذا النظام. طيب، إلى أن وصلنا في الأشهر الماضية القليلة الماضية إلى التوصيف التالي، في متغيرات صارت بسوريا. طيب، خلال سنتين، هلأ شو المعطى؟ المعطى الحقيقي في معارضة بالخارج. نحن ما بنتهم الكل، في ناس ما عندهم علاقات، ليسوا مرتبطين، عندهم منطق، عندهم رؤية، عم بيطالبوا بحق، مستعدين يعملوا حوار، حق طبيعي ونحن نحترم هذا الحق، هذا جزء من المعارضة السورية. في جزء لا يا أخوان، في جزء موظفين عند CIA وعند البنتاغون وعند المخابرات الفلانية والفلانية والفلانية والفلانية، وقرارهم ليس بأيديهم. طيب، هاي المعارضة بالخارج. الأرض، الجماعات المسلحة، المناطق التي خرجت منها الدولة أو أخرجت منها الدولة وأصبحت تحت سيطرة الجماعات المسلحة، هل تمون عليها المعارضة الخارجية؟ الله يقول بده يروحوا يناقشوا بجنيف، بمونوا على هذه الجماعات المسلحة؟ الغرب والعرب والمخابرات ووسائل الإعلام وأنا وأنتم نعرف الحقيقة التالية، أن القوة الأكبر والتيار الغالب الآن على القوى المسلحة المسيطرة في الميدان هو التيار التكفيري. هو اللي بالخارج ما بيمنع حدا منهم، ما حدا بيمنع حدا منهم. وعلى كل حال، أنا ذكرت سابقا أنه جيء بهم ليقاتل بهم وبعدين هم حيدفعوا الثمن. أي تسوية بدها تصير بسوريا هم حيدفعوا الثمن. على كل، حتى تبدو الدول الغربية مرتبكة أمام واقع هذا التحول السريع في الجماعات المسلحة السورية أمام شعبها وأمام ناسها وأمام رأيها العام. طيب كيف بتسلحوا ناس من هذا النوع، من هذا الصنف؟ وبدأ هذا اللون يطغى على مشهد المعارضة المسلحة الداخلية، ويحظى بتمويل وتسليح عدد من الدول العربية والإقليمية، وهذه الدول العربية تريد أن تتخلص من النظام ومن هذه الجماعات أيضا، فهي تسهل لها خروجها من البلد، ولكنها لم تنتبه إلى يوم يعودون فيه إلى البلد وقد اكتسبوا خبرة قتالية وشراهة في الذبح والقتل واستعدادا لكل أشكال المواجهة. خلوا هذا بعدين. طيب، بالحقيقة هذا توصيفنا اليوم، هاي الأرض اليوم. اليوم ما عاد الموضوع يا إخواني ويا أخواتي وكل اللي عم يسمعنا بالعالم العربي والإسلامي، ما عاد الموضوع شعب ثائر على نظام، ما عاد موضوع إصلاحات. طيب ما جاهز الرجل يعمل إصلاحات، فضلوا نعمل حوار، وإنما أصبح شيء آخر تماما. طيب، هذا الشيء اللي الآن موجود في سوريا، نحن برأينا، هلأهم بدي فوت على رؤيتنا بوضوح اللي بنبني عليها فعل وممارسة. نحن نعتبر أن سيطرة هذه الجماعات على سوريا أو على محافظات سورية محددة وخصوصا تلك المحاذية للبنان هي خطر كبير على لبنان، وهي خطر كبير
على كل اللبنانيين ليست خطرا على حزب الله. هأحكي بدون شو بقول، ليست خطر على حزب الله فقط، ليست خطر على الشيعة في لبنان، هي خطر على لبنان وعلى اللبنانيين وعلى الدولة اللبنانية وعلى المقاومة اللبنانية وعلى العيش الواحد في لبنان. وعندي دليل، أنا ما عم بتهم الجماعة ظلما وعدوانا. هذه الجماعات إذا تمكنت من السيطرة خصوصا على المحافظات المحاذية الحدود اللبنانية هي تشكل خطر على اللبنانيين مسلمين ومسيحيين. ولما بحكي عن المسلمين بقصد السنة والدروز والشيعة والعلويين، ما بقصد الشيعة. السنة أولا بتكون دليل، هيدا العراق اليوم الذين يقاتلون في سوريا هم امتداد للتنظيم اللي اسمه دولة العراق الإسلامية. اسألوا أهل السنة في العراق عن تنظيم دولة العراق الإسلامية، كم قتل من علماء السنة، كم قتل من قيادات الأحزاب الإسلامية السنية الغير موالية له، كم فجروا من مساجد في الأنبار وفي فلوجة وفي الموصل وفي نينوى وغيرها، ليس فقط مساجد الشيعة وحسينيات الشيعة وكنائس المسيحيين، لا، كم قتل من شيوخ عشائر، كم وكم وكم. هذا التنظيم يفخر أنه نفذ 4000 عملية انتحارية أو 5000 عملية انتحارية في العراق. أغلب هذه العمليات الانتحارية استهدفت عراقيين من كل الطوائف والمذاهب والأديان والعرقيات. أستطيع أن أقول لكم، طيب قبل يومين، قبل أسبوع كان في انتخابات باكستان ولا لا؟ تعرفوا شو مشكلة هذا العقل التكفيري؟ أنه يكفر الآخرين لأبسط سبب، مش لأسباب عقائدية بس، مو لأسباب مذهبية بس، لسبب سياسي. من يشارك بالانتخابات النيابية فهو كافر، دمه مباح، ماله مباح، عرضه مباح. هذا العقل التكفيري، وهذا ما بيميز اللي بيروح بيشارك بالانتخابات النيابية سني شيعي مسلم مسيحي، ما بيفرق موضوع. وهم يجاهرون بهذه الفتوى، ولطالما قتلوا الناس عند صناديق الاقتراع في العراق في كل المحافظات العراقية. طيب قبل أسبوع كم قتل من الناس في باكستان؟ وأغلب الذين قتلوا في باكستان في الحملات الانتخابية وعند صناديق الاقتراع مسلمون سنة وعلماء سنة، علماء معممون، قتلتهم طالبان باكستان لأنها تكفر من يشارك في الانتخابات النيابية. أنا أدعي، أنا عندي إحصاء، وأقول أن هذا العقل التكفيري فقط في العراق وباكستان وأفغانستان والصومال، هو 4 دول بس، قتل فيها من السنة أكثر بكثير مما قتل من بقية المسلمين ومن المسيحيين وغير المسلمين والمسيحيين. ذاك هذا العقل، هذه الجماعات التكفيرية. أنا أيها الشعب اللبناني وأيتها الشعوب، أنا أخ لكم ناصح، أنا ابنكم الصغير، بس في تجربة قدامكم، ليش عم تعموا بصائركم عنها؟ هذا الوباء الآن تعاني منه تونس، هذا الوباء الآن تعاني منه ليبيا، هذا الوباء الآن تعاني منه وعانت منه الدول التي صنعته والتي صدرته. ونحن موعودين بلبنان أن هذا الوباء يجي يشرف لعنا لهون. هذا هو الخطر. هناك عقل لا يقبل حوار، ما عنده شيء اسمه تدوير زوايا، ما عنده شيء اسمه أولويات، ما عنده شيء اسمه قواسم مشتركة، ما عنده شيء. عنده لأبسط سبب، أنت كافر، ومش بس كافر، مباح الدم والمال والعرض. أي مستقبل لسوريا في ظل هذا العقل وهذه الجماعات؟ أي مستقبل للبنان؟ أي مستقبل لفلسطين؟ أي مستقبل لشعوب المنطقة؟ بالله عليكم دلوني،
لك نحكي منطق، حطوا لي الموضوع الطائفي والمذهبي على جنب. هذا خطر حقيقي، هذا خطر حقيقي. إذا نحن لا نقارب الموضوع من زاوية شيعة وسنة كما يحاول بعض أن يتهمنا، وإنما نقارب الموضوع من زاوية أننا نرى أن جميع المسلمين والمسيحيين مهددون بهذا العقل وبهذا التيار وبهذا الفكر وبهذا المشروع التكفيري الزاحف إلى المنطقة. وأنا أقول لكم، والممول أمريكيا والمدعوم أمريكيا، لأن هذا هو ما تبقى لأمريكا لتدمير المنطقة وإعادة هيمنتها عليها أمام صحوات الشعوب وقيام الشعوب وإرادات الشعوب. أنا ما بدي أخوف حدا، أنا عم بحكي هاي الحقيقة. ولذلك شفتوا من البدايات، كان بعد البدايات طلعوا ناس بالمعارضة السورية يقولوا على قاعدة بالبدايات انه شهرين ثلاثة بيسقط النظام، انه النظام ساقط ونحن جايين ليكن على لبنان. ما قالوا هيك؟ موجود الصحف وسائل الاعلام. نحن كنا حتى موقف سياسي بعد ما حكينا، حتى موقف سياسي ما حكينا، عم بيقدموا اوراق اعتماد عند الامريكي والاسرائيلي اننا نحن جاهزون لننتقم من المقاومة التي صنعت الانتصار في 2000 والتي أسقطت المشروع الشرق الأوسط الجديد في 2006. نحن جاهزين بس ادعمونا. ومن البدايات خطفوا الزوار اللبنانيين في إعزاز، وبدأ الاعتداء على اللبنانيين في ريف القصير لتهجيرهم. ماذا جاي بسياق هذا العقل، هذا الفهم، هذه الرؤية؟ ثانيا، بس هذا أولا، عندي ثلاث شغلات. أولا، هذا التطور لاسمه غلبة وسيطرة التيار التكفيري الذي لو سيطر فمستقبل سوريا ولبنان والمنطقة مستقبل قاسي ومظلم جدا. ثانيا، لم تعد سوريا ساحة لثورة شعبية ضد نظام سياسي، وإنما ساحة لفرض مشروع سياسي تقوده أمريكا والغرب وأدواتها في المنطقة. وكلنا يعرف أن مشروع أمريكا في المنطقة هو مشروع إسرائيلي بالكامل. ثالثا وبوضوح، سوريا هي ظهر المقاومة وهي سند المقاومة، والمقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها أو يكسر سندها. بوضوح، بوضوح، ولا منكون أغبياء. الغبي هو اللي بيوقف بيتفرج على الموت وعلى الحصار وعلى المؤامرة تزحف إليه دون أن يحرك ساكنا، هذا هو الغبي. العاقل المسؤول هو الذي يتصرف بكامل المسؤولية. أيها الإخوة والأخوات، إذا سقطت سوريا في يد الأمريكي والإسرائيلي والتكفيري وأدوات أمريكا بالمنطقة اللي بيسموا حالا دول إقليمية، ستحاصر المقاومة وسوف تدخل إسرائيل إلى لبنان لتفرض شروطها على اللبنانيين ولتحيي أطماعها من جديد ومشاريعها من جديد، وسيعاد إدخال لبنان إلى العصر الإسرائيلي. إذا سقطت سوريا ضاعت فلسطين، وضاعت المقاومة في فلسطين، وضاعت غزة والضفة الغربية والقدس الشريف. إذا سقطت سوريا في يد أمريكا وإسرائيل والتكفيريين، شعوب منطقتنا ودول منطقتنا مقبلة على عصر قاسي وسيء ومظلم. هذا هو تشخيصنا وهذا هو رؤيتنا. نحن الآن أمام طرفين في الصراع. الطرف الأول هو المحور الأمريكي الغربي العربي الإقليمي، والذي يتوسل في الميدان التيارات التكفيرية الذين يشقون الصدور ويحتزون الرؤوس وينبشون القبور ويدمرون الماضي. هذا الماضي اللي عمره 1500 سنة، 1400 سنة. لطالما في هذا الماضي عاش أتباع الديانات وبقيت الكنائس والمساجد والمقامات والأضرحة وبقي التنوع
حتى في ظل حكومات في الأعم الأغلب كانت حكومات سنية، ولكن هؤلاء اليوم يدمرون الماضي ويدمرون الحاضر ويدمرون المستقبل، ويرفضون أي حل سياسي ويصرون على القتال. وفي الطرف الآخر دولة أو نظام لها موقف واضح من القضية الفلسطينية وحركات المقاومة والمشروع الصهيوني، وفي نفس الوقت يعلن استعداده الدائم للحوار والحل السياسي والإصلاحات. من أراد أن يكون هنا أو هنا كن حيث شئت. أما حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة في أمريكا أو في إسرائيل أو في نابشو قبور وشاقوا صدور وقاطعوا رؤوس. كن حيث شئت أنت. أما حزب الله فلا يمكن أن يكون في جبهة تريد أن تدمر كل الإنجازات وتضيع كل التضحيات وتسوقنا عبيدا من جديد لأمريكا وإسرائيل في مشروع شوق في مشروع شرق أوسط متجدد. أسقطنا من ما سبقه بدماء الآلاف من الشهداء، بدماء الآلاف من الشهداء. حزب الله لا يستطيع إلا أن يكون في المحور الآخر وفي الجبهة الأخرى وفي الموقع الآخر. كن حيث شئت. من أراد أن يقف على الحياد فليقف على الحياد. من يعتقد أنه لا يستطيع أن يغير في المعادلة هو وشأنه. من 82 ياما في ناس كانوا يعتبروا أنه ما حدا بيقدر يغير بالمعادلة، وغيرت المقاومة اللبنانية ليس في المعادلة المحلية، في المعادلة الإقليمية. نحن اليوم من خلال هذا الموقف نعتبر أننا هنا ندافع عن لبنان وعن فلسطين وعن سوريا. بطبيعة الحال هذه الرؤية وهذا الموقف سيعرضنا وعرضنا لحملات إعلامية وسياسية كبيرة جدا، حتى عندما كنا ساكتين، حتى عندما كنا لا نتدخل. كان يراد لنا من خلال الضخ الإعلامي والهيمنة الإعلامية والنفسية خلال عامين، حيث لا يجرؤ أحد أن ينطق بكلمة حق، أن نصبح أتباعا في هذا المشروع، ننعق مع كل ناعق، نميل مع كل ريح. الآن نحن ندرك أننا سنتعرض لحملة كبيرة بدأت منذ مدة طويلة، ولكن ما حصل في الأيام القليلة الماضية أنا أود أن أقول لكم الحملات الإعلامية لم تهدأ يوما ولن تهدأ. دخلنا بسوريا ولا ما دخلنا بسوريا، خلاص في قرار قديم ممول بمئات ملايين الدولارات، مقالات وكتب وأكاذيب وشعارات وافتراءات وأخبار غير صحيحة. أما التصنيف على لوائح الإرهاب فليس بجديد، بالعكس في ناس بلبنان وبغير لبنان بيتمنى يذكرون رئيس دولة إقليمية، بيتمنوا يذكرون شيء شخصية سياسية معروفة بالعالم العربي. على هذا المعيار نحن رئيس أكبر قوة عظمى بالعالم بيجي على إسرائيل من أول يوم لآخر يوم حزب الله حزب الله حزب الله حزب الله. عالمين احنا مبسوطين ترى مو زعلانين، إنه أوروبا والله شايفتنا شغلة من غير المعادلة المنطقة، عظيم نفتخر بهذا. لائحة الإرهاب تبعكم بلوها واشربوا ميتها. اتهامنا بالخلفية المذهبية هذا كلام فاضي، تاريخنا يشهد في لبنان في فلسطين في البوسنة والهرسك في كل المناطق. نحن يا اخوان نحن رحنا على البوسنة والهرسك خيرة شبابنا، كان عندنا معسكرات يمكن اول مرة احكيها بالوضوح، قاتلنا وسقط لنا شهداء دفاعا عن من؟ عن المسلمين السنة في البوسنة. ما في شيعة بالبوسنة، ما في شيعة. كل ما تحملنا حتى الآن في الموضوع الفلسطيني بالنسبة لنا هو موضوع عقائدي، ما
موضوع عقائدي، نتحمل وما زلنا نتحمل في سبيله الكثير من الأذى. نحن لا يستطيع أحد أن يتهمنا بالمذهبية، موقفنا في العراق كان واضح، موقفنا في كل أحداث واضح. المحاولة، محاولات النيل من معنويات وإرادتنا وعزمنا ومعنويات عوائل شهدائنا، أنا بحب لكم شيء، لأنه كثير انكتب هالأسبوعين كلام ليس له أي أساس من الصحة، في افتراء. روحوا شوفوا عوائل الشهداء، شوفوا عوائل الشهداء، شوفوا هون الناس الطيبين الأطهار الأشراف شو بيحكوا. هؤلاء سابقون علينا جميعا. كل اللي أنا عم بحكيه هلأ، طيب أنا مش حكي بالإعلام كله، حتى بالجلسات الداخلية نعمل جلسات داخلية لكل الناس، لآباء إخواننا، طيب نعمل لإخواننا آبائهم أمهاتهم وزوجاتهم أولادهم وبناتهم، هم يقولون في بيوتهم ما نقوله الآن. يعني أنا جاي مأخر سنة ونص على هول، على هؤلاء الأشراف. عوائل شهدائنا في كل بيت ذهب إليه إخواننا، لم نسمع إلا الكلام الكبير الذي كنا نسمع بعضا منه في مواجهاتنا السابقة. حتى للأسف الشديد اليوم في وسيلة إعلامية مصرة أنه أب لشهيدين في البقاع مصرين أنه صابوا سكتة قلبية ومات، وهو حي يرزق، وقد أرسل لي مع الإخوة الذين زاروه أنه هو وبقية أولاده وكل ماله مستعد أن يكون جزءا من هذه المعركة. أو لا عوائل شهدائنا. طيب يجوا بيحكوا عن شبابنا. أولا نحن ما عندنا شباب بيروحوا على جبهة بالقوة، نحن لا نجبر أحدا أبدا. في تاريخ 30 سنة ما في حدا راح على جبهة غصبا عنه إلا بإرادته ووعيه. نحن اليوم عاملين تقنين نتيجة الاندفاع الكبير الموجود لدى مجاهدينا وقواعدنا. يا ما في ناس ممنوعين، لأنه يجب أن نتواجد بحدود محسوبة ومدروسة، وإلا إذا هو المثبطين والمفترين جاهزين يشوفوا منظر، نحن مش محتاجين نعلن الجهاد، مش محتاجين نعلن الجهاد، كلمتين بس ستجدون عشرات الآلاف من المجاهدين يتوجهون إلى تلك الجبهات، يتوجهون إلى تلك الجبهات. نحن عنا تدبير، نحن عنا تدبير من زمان انه اذا شاب وحيد لاهله، يعني ما عنده اخوه شباب، ما بنأذن، يعني ما بنسمح انه يروح على الجبهه الا باذن والديه. طيب هلا في شباب وحيدين بيجي البي والام بيعملوا كتاب وبيمضوا، بيجي بيقول يا خيي بي وامي سامح لي روح. بقول له اخوان لا، بلكي انت يعني لعبان بالامضاءات. فياتي الاب والام بيطلبوا بعثوا ابننا الوحيد. انا عملت اجراء للاخوه، قلت لهم حتى لو قبل الاب والام ما تبعثوا وحيد. طيب انا عندي رسائل من اباء وامهات يطلبون بإصرار أن أأذن لأولادهم أن يذهبوا إلى هذه الجبهات، ولد وحيد لأهله. أنتم، مش أنتم، هم، أنتم لا تفهمون هذه المقاومة، ولا جمهور هذه المقاومة، ولا بيئة هذه المقاومة، ولا ثقافة هذه المقاومة. مرق 30 سنة ما فهمتوها وما حتفهموها، لأنه دائما بتفهموا غلط وبتحسبوا غلط تطلع نتائجكم غلط. المقدمات الخاطئة ستؤدي إلى نتائج خاطئة. إذن أيها الإخوة والأخوات، نحن أمام مرحلة جديدة بالكامل بدأت الآن،
بدأت في الأسابيع الأخيرة بالتحديد بشكلها الواضح مرحلة جديدة اسمها تحصين المقاومة وحماية ظهرها، وتحصين لبنان وحماية ظهره، وهذه مسؤولية الجميع. أنا لا أطلب أن يشاركنا أحد في المسؤولية، ولكن كل يجب أن يتحمل مسؤوليته. لا نريد أن نتكئ على أحد. وهذه المعركة كما كل المعارك السابقة، نحن أهلها، نحن رجالها، نحن صناع انتصاراتها إن شاء الله. إن شاء الله. ونحن وأنتم يا أهلنا الشرفاء أيها المعطاؤون، يا أهل الجود والكرم والعطاء بلا حدود، يا أهل الصبر والتحمل، يا أهل الفداء والمواساة، سنكمل هذا الطريق، سنتحمل هذه المسؤولية، وسنتحمل كل التضحيات والتبعات المتوقفة على هذا الموقف وعلى هذه المسؤولية. وأقول لكم في ختام احتفال عيد المقاومة والتحرير، كما قلت لكم في الأيام الأولى من حرب تموز 2006، أيها الناس الشرفاء، أيها المجاهدون، أيها الأبطال، كما كنت أعدكم بالنصر دائما، أعدكم بالنصر مجددا.